السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم أخوكم علي العبدالله، وأهلا بكم في فيديو جديد. اليوم راح نحكي عن الشراء من أمازون مباشرة إلى العراق أو إلى الوطن العربي بشكل عام. يعني أكو منتجات، طبعا أمازون تدعم هاي الخاصية منذ قبل تقريبا أعتقد قبل سنة ونص أو سنتين اشتريت حاجة، فأمازون تدعم ولكن مو كل الأغراض. أوكي، فهسه راح نحكي عن تفاصيل كيفية الشراء بدون وسيط، يعني بدون وسيط اللي العنوان، بدون عنوان شحن أمريكي، بدون شوب فانز، بدون كوينتري، بدون مواقع اللي تعطيك عنوان شحن أمريكي. يعني شلون تشحن مباشرة إلى العراق. طبعا أول شيء نسوي أكاونت عادي، يور نيم، أي اسم عادي، مثلا علي سمير أو سامي، علي سامي مثلا. نعطي هنا أي إيميل على التعيين، مثلا على التعيين بعدين. المهم هذا بس ايش، يعني طبعا دخلنا دخل باسورد خاص بيك، كريت امازون اكونت، سوي حساب امازون، ماتش نوت ماتش، يقول لك الباسورد قليل. اوكي اكونت على حساب امازون. طيب هاي سوينا، هنا يقول دخل عنوان الشحن الخاص بك. فهنا هو على امريكا اوريدي، بيكوز يعني على مود اللابتوب بالي فاتح عليه حساب امريكا غير على العراق. راح نجي نختار العراق. اوكي طبعا هواي سألوني، اكثر اسئله اللي يتواصلون وياي على الفيسبوك او على اليوتيوب او على مواقع التواصل الاجتماعي، يسال انه شلون اخلي عنوان شحني الصحيح. اوكي هسه راح اعلمك شلون تخلي عنوان الشحن الخاص بك صحيح. طبعا لانه احنا ما عندنا بي او بوكس اللي هو صندوق البريد يعني بشكل رسمي، فاكثر الناس ما عنده صندوق بريد. حاليا بالجديد اكثر المواقع المنتجات اللي يبيعون المنتجات ما يحتاج انه يكون عندك صندوق بريد، بس اذا عندك كم تقدر تستخدمه حتى يجي قبل. المهم راح ادخل هنا الفيل نيم، الاسم مالتك الحقيقي، مثلا باسم جعفر مثلا، على التعيين. هنا الستريت ادريس، تعرفون انه احنا بالعراق ما عندنا ارقام شوارع بالجوجل مابس، لان بعدنا ما واصلين هاي المستويات، تعرف احنا من بلدان فقيره ما شاء الله. فهنا ندخل نوع الترتيب، هذا بكل المواقع تستخدمون هذا الترتيب. هذا نقدر نقول عليه ايضا فيديو حول كيفيه كتابه عنوان الشحن الخاص بك. هنا راح نكتب بسطر ادريس، تكتب الدوله اللي هي العراق، من ثم المحافظه مثلا بغداد، داش تكتب المدينه مالتك مثلا كراده. اوكي كتبنا كراده. بالادرس لاين تو تكتب رقم تليفونك، رقم موبايلك، هذا انا دائما انصح به، تكتب هنا رقم تليفونك او تكتب ام كابيتال ام او بي اي، تخلي نقطتين، ما تخلي نقطتين كيف، خلي نقطتين مثلا رقم تليفونك، مثلا هذا الرقم، خلي رقم تليفونك هنا. اوكي تخلي رقم تليفونك سواء كان من اي مزود خدمه عندك بالعراق. هنا المدينة طبعا بغداد، يعني كمثال بغداد. اوكي هنا الستيت تكتب بي اي، او مثلا هذا مو ضروري، الستيت مو ضروري، يعني تكتب اي شيء ماشي عادي. مثلا راح اكتب الستيت المعروف انك تاخذ اول 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 حرفين من المحافظة، يعني مثلا كاليفورنيا سي اي، مثلا فوق بنسلفانيا بي اي، يعني هيك. فعندنا مثلا ناخذ بصره بي اي، بغداد بي اي، مثلا ناخذ احنا ناخذ بغداد، احنا ما مش على بغداد، ناخذ بي اي بغداد مثلا، هذا الستيت مو ضروري. الزيب كود تجيبه من الجوجل، يعني هذا هو الجوجل، يعني تكتب زيب كود اوف بغداد مثلا.
نكتب زب كود اوف هنا راح يطلع لك الويكيبيديا اللي بيها المعلومات مال الزب كود مال المدينه اللي انت بيها. يعني احنا راح ننزل هنا نلقى بعض هاي الانبار بصره، لا انا بغداد، نجف، قادسيه، سليمانيه، كركوك، اربيل، بابل، بغداد. بغداد انا كتبت الكراده، خلينا نشوف الكراده وين الكراده. مو شرط الا الكراده، بس هذا راح يوصل على مكتب بريد الكراده، فعلا هذا تكتب الزيب كود مال الكراده. فانا راح اكتب مثلا مو شرط فندق الرشيد، الحي عدن، صالحيه، منصور، يعني تكتب المنطقه اللي انت بيها. هاي الكرادة، هاي الزيب كود مال الكرادة. اوكي اسوي لك كوبي. اوكي 169. هاي الدولة منتهي من عدن، هاي رقم الموبايل مرة ثانية. اوكي هسه حاليا بأي موقع اشتريته منتجات خلي ببالك، الفول نيم تكتب اسمك الحقيقي، الادرس 1 تكتب الدولة، المحافظة، المدينة، ادرس لاين تكتب ام او بي اي موبي نقطتين رقم الموبايل، السيتي المدينة بغداد، الستيت بي اي، الزيب كود جيب من جوجل، الكونتري عراق. هذا بكل مواقع استخدم هذا العنوان، انصحك بهم كل المواقع هذا العنوان، خليك بالك، خذ له صورة، خلي معلوماتك بمكانه. هواي ناس دي يطلبون كيفية كتابة العنوان على علي اكسبريس، على امازون، على اي باي، على كل مواقع الشراء تكتب عنوانك هيك ما كله. حاليا احنا كملنا كل شيء. نادي يقول is this address also your billing address، يعني قصدك كريدت كارد. هنا تكتب له yes sending it to another، يقول تخلي عنوان ثاني. لا طبعا اللي عنده صندوق بريدي يكتب رقم الصندوق البريدي هنا بمكان شو اسمه، يكتب صندوق البريدي بي او، انطي البي او بوكس رقم الصندوق البريدي مالته. هسوي continue، هون استمر بال عملية التسجيل داخل موقع امازون. هاي بعدنا بس تسجيل. هنا هاي انا مشتري منتجين، يقول ما اقدر اشحنهم بيكوز انا اوكي خليني امسح هذول المنتجات ما اريد. اوكي هسه حاليا احنا عندنا انت شخص عراقي بامازون، حاليا انت مواطن عراقي داخل امازون. خلينا نشوف المنتجات شنو اللي يدعموها بالشراء من امازون. خلينا نشوف. طبعا في الحالة هسه احنا حاليا قلنا انه الحساب كملناه مال امازون، خلينا نبحث مثلا ايفون شارجر، شاحنة ايفون. وهذا الانترنت دائما تشيك سباير فدائما يطلع فيك سيار. بعد تجون هنا حتى تعرفون المنتج يشحن العراق لو لا. اكو هنا خيار اسمه انترناشونال شيبينج، شحن الدولي. دوس على شيب تو عراق راح يفلتر لك المنتجات، يقول لك بس ذني شحن العراق. بس عندك هذا المنتج ينشحن العراق، هذا الكيبل ممكن تاخذه تشتري العراق ما عندنا مشكله. هذول المنتجات كلها اللي قبالكم حاليا تنشحن الى العراق بدون وسيط، بدون وسيط. خلينا نشوف تليفونات ينشحنن ايضا. ايفون 7 اوكي خلينا نفعل خيار شبتو عراق، نفعل الخيار مال الشحن للعراق. اوكي عندك هذا التليفون ينشحن العراق، هذا تليفون ايفون 7 128 جيجا انلوكيد مفتوح تستخدمه بالعراق ينشحن للعراق. حلو تريد هذا الدرع يوصل للعراق. اوكي خلينا نشوف ياخذون عندك كميات الشحن. خلينا نشوف مثلا هذا المنتج. طبعا اذا ما ينشحن يعني راح يقول لك يا سوري وي دونت شيبينج ذيس تو عراق، يعني ما نقدر نشحن هذا المنتج للعراق. اوكي هسه هذا المنتج، بعدين وراها اسوي له ادد تو كارت اضافه للسله. راح اسوي له برو سيت بروسيس تو تشيك اوت، يعني انا حاطه جاهز حتى اطلع. اوكي راح تشحن، انت راح تشحن هذا العنوان وتريد تغير العنوان. لا هذا العنوان صحيح، باسم جعفر، عراق، بغداد، كراده، رقم التليفون، بغداد، هاي البي اي والزيب كود كلها. شيب تو ذيس ادريس، اشحن لهذا العنوان. هنا بدا يقول لي
important message. There was a problem with some of the item in your order. See below for more information. يقول لكم مشكلة. أها ها شوفوا. طبعا أنا زمان لحد الآن ما نفعل الخيار بصورة فعلية 100%. أكو منتجات صح دوس على شبت العراق بس ما يشحن. هسه هذا المنتج ده يقول لك هنا sorry this item can't be shipped to your selected address. هذا المنتج ما يمكن تشحن إلى دولتك. أوكي راح نجي ندور على شيء. أعتقد بس الأشياء الغالية ممكن تشحن. الأشياء الرخيصة ما تسوى حتى يشحن ولا العراق. أعتقد ومو كل المنتجات تصير. خلينا نجرب ال الآيفون 7 ما جربنا الآيفون 7. أوكي خلينا نسوي فعل خيار شبت العراق. نشوف يا منتج يشحن العراق. ولو أغلبيتهم طبعا 90% ما يشحن العراق. 90% ما يشحن ما يدعم الشحن العراق. 90% من عندنا المنتجات. أوكي عندنا هذا التليفون هذا يشحن العراق. خلينا نشوف صح يشحن. لأن الخيار لحد الآن ما نفع لي بصورة يعني 100%. نعطيه نشوف راح ينجح هاي العملية ولا لا. نشوف نجح هاي ينجح هاي التليفون. هذا أيضا ما ينشحن إلى العراق. أوكي وقف الفيديو لحد ما ألقى منتج يشحن العراق. وقف الفيديو. طبعا بعد دورت هواي يعني منتجات اغلبيتهم يعني اقدر اقول 95% ماكو شحن العراق اغلبيه المنتجات. ولكن لقيت ايش كم منتج يعني اكو ناس تحب العاب ما العاب. فلقيت هاي اللعبه اللي هي داون رينج تو راك اند باك. هاي اللعبه اسمها. اوكي فنفعل خيار الشحن للعراق. نفعل طبعا مو اغلبيه المنتجات ما تصير ما تشحن للعراق. الاكثريه قله نادره تشحن العراق. هسه ما فرضا هاي اللعبه عندنا ما اعتقد لعبه لا هاي كتاب عفوا هاي لعبه. هذا كتاب داون رينج تو راك اند باك. اعتقد قصه عن العراق اي شيء. المهم احنا هدفنا انه نعرف اكو شحن للعراق مباشره امازون يدعم هاي الشغله. هو ناس قالوا ماكو شيء. حبيت اثبت لهم انه اكو منتجات لا اكو بس مو بصوره عامه لانه الموضوع بعد شويه العراق يعني شويه صعب. فراح نسوي هذا المنتج لقيناه طبعا سعره 3.99. راح نسوي اد تو كارت. راح اقول لك يابا ودي توك ليفت بوست تشيك اوت. اوكي نسوي شيب تو ذيس ادريس نفس الخطوات. راح يوقف لنا على هذه الخطوه يقول لك تيد ستاندر شيبينج الشحن الفري. طبعا احنا اليوم 13/8 هو اقول من 28/8 ل 13 سبتمبر يعني من 28/8 ل 13/9 هذا الوصول المتوقع للمنتج. احتمال اكثر اعتقد يعني فد يومين احتمال بالزايد اسبوع اكثر من هذا شو اسمه الرقم الموجود. اوكي خلينا نسوي كونتينيو. نريد الشحن المجاني. نا دخل معلوماتك نيم اون كارد اسمك على الماستر كارد رقم الماستر كارد او تقدر عن طريق ادخال رقم امازون جيفت كارد اللي موجوده عن طريق هواي محلات وهواي طرق على الانترنت. امازون جيفت كارد بعد ندخل الامازون جيفت كارد وهذا تسوي كونتينيو شيب راح يوصلك المنتج. اني عن تجربه جربت قبل سنه ونص مو هسه قبل سنه ونص اشتريته ووصلني. ولكن المنتج ما كان يعني مو ما يدعم كل المنتجات. المنتجات ضروريه جدا يعني انت محتاجه كلش ما يدعم الشحن. بنهايه الفيديو اتمنى الفيديو نال اعجابكم. القناة شوية يحتاج لها بعد شغل. أنا مستمر بدعمكم إن شاء الله. كل ما تسوون لايكات وسبسكرايب للقناة أنا دا أستمر بالفيديوهات. ما يسعني إلا أن أشكر كل من يتابعني كل من يتابع فيديوهاتي. أكو ناس خصوصا أول بأول يشوفون فيديوهاتي يطلبون على فيديوهاتي. أنا أشكرهم جزيل الشكر من كل قلبي. كان ياكم أخوكم عادل عبدالله. وبنهاية الفيديو أتمنى نالك إعجابكم ومع ألف ألف سلامة.